اهلا اهلا، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده اتكلم فيه معاكم عن غسول ايفا بالجليسرين. غسول ايفا بالجليسرين هو اصلا الغسول ده من شركه ايفا، هي شركه مصريه ليها لاين كده من الغسولات. تقريبا في 3 انواع، غير ده في اللي هو بالجليسرين اللي معايا النهارده، وفي واحد تقريبا بالعسل، وفي واحد بالزبادي والخيار تقريبا، وفي واحد ببروتينات الحليب. اللي معايا النهارده ده هو مخصص اصلا للبشره الجافه، اللي هو غني بالجليسرين. مكتوب على الغسول ان هو خالي من الصابون، ومكتوب عليه كمان انه غسول للوجه ومزيل للميك اب. انا مش شايفه بالنسبه لي النقطه بتاعت ان هو مزيل للميك اب او لا، بصراحه انا ما شفتش منه النقطه دي خالص. لا يعني ما بيشيلش ميك اب ولا حاجه، لا يعني لازم تستخدمي اللي هو سواء انتي بتمسحيه بقى باي طريقه الميك اب بتاعك، بس هو مش بيتشال بالغسول خالص. عايزه اوريكم القوام بتاعه، هو قوامه زي ما يكون اهو زي ما انتم شايفين، اللي هو خفيف كده، مش حاجه كريميه يعني، هو كانه جل. فده بالنسبة لي القوام بتاعه. بالنسبة لي الريحة بتاعته، هي ريحته حلوة قوي يعني، ريحته حقيقي مميزة يعني. وبالنسبة زي ما قلت لكم ان القوام بيكون تقيل ومايل للجل اكتر من انه كريم. زي ما قلت لكم ان هو مكتوب عليه ان هو مزيل للميك اب، انا ما شفتش منه النقطة دي خالص، ما بيزيلش ميك اب ولا حاجة. بالنسبة لي السعر بتاعه تقريبا سعره من 26 ل 28 جنيه، على حسب انت بتجيبيه منين او المكان فين بالظبط. بالنسبة لي تجربتي الشخصية انا معاه، انا بصراحة ما حبيتوش ابدا. انا الحمد لله يعني طبيعة بشرتي مش بيطلع لها حبوب ولا حاجة، بس طلع لي كمية حبوب صغيرة كده كأنها فيها مية، يعني كأنها يعني جواها مية كتيرة جدا في بشرتي، مع ان ده مش الطبيعي بتاعي خالص. فانا مش عارفة هل هو مش مناسبني، ولا انا بشرتي حساسة شوية، ولا ايه. بس انا اللي اعرفه ان انا بشرتي يعني عادية بتميل للجفاف، فانا عشان كده بختار الغسولات اللي بيكون فيها ترطيب اكتر. فبصراحة انا حسيت ان هو ما عجبنيش وما فادنيش في حاجة، مع اني كنت على فكرة بستخدمه وبحسيت ان هو برضو بينشف البشرة، مع ان انا كنت بستخدم يعني بعديه مرطب كويس، ومع ذلك برضو كنت حاسه ان هو منشف بشرتي، بالاضافه للحبوب اللي هي الفسفيس الصغنططه دي اللي بتبقى كانها جواها ميه، دي وشي اتبهدل منه. فبصراحه بالنسبه لان انا هجيبه تاني او لا، لا مش هجربه تاني، انا بستخدمه دلوقتي كانه غسيل للايد بس عشان اخلص منه يعني. بس ان انا اجيبه تاني لا، بصراحه مش ناويه ان انا اجرب اي حاجه من غسولات شركه ايفا تاني. ف بتمنى اكون فدتكم، والفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب في القناة، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.